أقامت جامعة الرشيد قسم كلية العمارة معرضاً للأعمال الفنية ورشة العمل الصيفية الثانية التي أتت تحت عنوان هيك بشوف، بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون المسرحية في مبنى المعهد في دار الأسد للثقافة والفنون، بمشاركة من الفنان التشكيلي القدير إلياس زياد. خلينا نشوف كيف كانت الأجواء بالكليب التالي. نحن كانت هاي التجربة طبعا كثير فرصة لنا وكثير تجربة مميزة بمساعدة دكاترنا طبعا. طبعا هي شيء غريب انه عمارة نشتغل هيك لوحات، بس بحكم وجود دكاترتنا اللي عم يحاولوا يميزونا عن غيرنا، فبالصيف عملنا ورشة عمل بعنوان هيك بشوف ذا واي اي سي، اشتغلنا فيها لوحات فنية، تعلمنا كيف نوقف قدام لوحة، يعني عطتنا هالشيء، عطانا جرأة انه نحن نستخدم لون بكامل حرية، فكانت تجربة كثير حلوة بالنسبة لنا وكثير تجربة جديدة. كل طالب من الطلاب عمل فكرة، هي في منهم كان مبدأهم بالحياة مثلا فكرة معينة نزلوها على ورقة بعدين كبرناها. أنا كانت فكرتي عن الأم وعن معاناتها نزلتها. هلأ هي اللي عملناه هو معنا من العمارة، هو من الفنون، بس دخلنا الفنون بالعمارة لأنه الاثنين بيكملوا بعض. بعنوان فكرة هي محاولة عبرت فيها عن كيفية ولادة الفكرة بحياتنا وبال الإنسان. كانت كتير تجربة حلوة وقدرت كتير عبر فيها عن شغلات موجودة جواتي وبالطريقة اللي أنا بشوفها مو العالم اللي بتشوفها. الفكرة اللي حبيت أطرحها هي السلام، السلام من خلال فن الرقص اللي عبرت عنه من خلال رقصة البالي. رقصة البالي اللي هي عبارة عن مثل دمية بتخرج من الصندوق وبترقص على أنغام الموسيقى، بدل ما تشوف انعكاس صورتها الجميلة بالمرآة إنما بتشوف الشر المحيط حواليها. الشيء هذا عبرت عنه بالإيدين اللي هن عبرت عنهم برمز للشر والقوة بنفس الوقت. حاولت أعبر عن لوحتي إنه الطبيعة الإنسانية فيها كتير أنانية، دائما الشخص ليرضي حاله ويحس بالأنا بيدعس على غيره ليوصل هذا الشيء. حاولت بشخصية الثالثة اللي هي هاي عبر عن المنظور اللي من برا كيف الواحد بتغير بالواقع والمحيط اللي عم يتعايش معه. لنحكي بشكل أكبر وموسع عن هذا المعرض والورشة معنا لليوم دكتور عاصم سلوم عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة الرشيد ودكتور محمود حمدو مشرف على الورشة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحنا نايد، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يا سمينة. بداية دكتور عاصم خلينا نحكي يمكن عن فكرة هاي الورشة، يمكن هي فكرة شوي جديدة لتطبق بكلية عمارة لأغلب شغلهم معروفين، خلينا نقول متجهين تجاه المعمار وإلى ذلك، عم نشوف شيء فني، خلينا نحكي شوي عن هاي الفكرة. نعم. هلأ أول شيء طبعا يسعد صباح مشاهدين جميعا ومشاهدين الإخبارية بشكل عام. صراحة نحن طبعا العمارة والفنون هو جزء واحد، حتى عنا بدمشق كانت طبعا العمارة كلية العمارة هي جزء من كلية الفنون.
ببلاد برا نفس العملية. السنوات الخمسة للمعماري لطالب العمارة، نحن عنهم نسميه هندسة معمارية، بس لطالب العمارة السنوات الخمسة هو بيشتغل مادة الرسم الحر، يعني بيكون جزء كبير من العمل تبعه هو فنه. طبعا نحن بكليتنا أكيد المواد الأساسية هي مواد التصميم اللي هي بالأساس مواد معمارية، والشيء الداعم القوي هي المواد الفنية. هلا بالنسبة للورشة اللي نحن بنسويها كل صيف، نحن السنة الماضية سوينا ورشتنا الأولى كان اسمها أنا مختلف، وهلا هي ورشتنا الثانية، هي ترميم للمواد الفنية، لأنه خلال السنة شوي نحن بنكون متوجهين توجه أكبر لموادنا المعمارية اللي هي التصميم طبعا على رأسها اللي هي المادة الرئيسية للمعماري، وبالإضافة طبعا للمواد الإنشائية والمواد الثانية اللي هي خلينا نسميها داعمة للتصميم. فنحن هاي الورشة بالذات كتير منركز فيها على الموضوع الفني طبعا بفكر معماري. يعني حتى مبارح طبعا كانت وجهة نظر الدكاترة والأكاديميين الفنيين اللي إجوا عم يقولوا الخط المعماري واضح جدا. طبعا نحن يعني أكيد نحن ما فينا نتوجه يعني يكون طالب العمارة هو عم يقدر يعني عم يشتغل نفس العمل الفني، لأنه الفكر مختلف شوي، طبعا ما كتير أكيد بس في شوية اختلاف، لكن كان كتير مساعد طبعا لطالب العمارة أنه يكون عنده حس فني وحس لوني، خصوصا انه يمكن هن السنه الاولى مثل ما قلنا، فهن بعضهم يمكن صغار ما عندهم هالخبره الكتير كبيره حتى ان كانت يعني بالعماره. دكتور محمود، حضرتك كنت مشرف على الورشه يلي كانت هي بفتره الصيف، خلينا هيك نحكي كيف تعلموا الطلاب المزج ما بين الفن والالوان، وهن خصيصا كانوا كتير مبسوطين عم يقولوا انه احنا تعلمنا بعلم اللون، قديش هذا الشيء ساعدهم وساهم بنجاح المعرض. تماما. هلا مثل ما فضل دكتور اني الحقيقه العماره هي او العماره هي فن في البداية. اللون شيء كتير هام في العمارة. هلأ هي تجربة للعمساوي، نحن هي تجربة للأولاد، مو مشان نحن نطلعهم فنانين، لكن الفن الفن بيخدق شخصية للطالب أو للإنسان بشكل عام. فلما نحن منبلش نعلمه كيف يتفرد بذاته أو يخلق العمل الفني اللي بيشوف هو انعكاس له انعكاسه فيه، فممكن نحن نطلع في النهاية مصمم معماري جيد. هلأ الفرق ما بين العمارة والفنون أني الفنان لما بيشتغل بيشتغل لذاته، لكن المعماري لما بيشتغل بيشتغل للآخر. فمشان نحن نخرجه من أني فكرة أني دائما أنت لازم تكون أنت تشتغل للآخر، لازم نحن نعطيه آلية، ولكن نحطه ضمن طريق نخليه يشوف أسلوبه الخاص اللي ممكن في النهاية يقدمه كمنتج للآخر. هذا الشيء اللي نحن بنعاني فيه بكليات العمارة للأسف الشديد، طبعا كلهم زملائنا، ولكن نحن في عنا نمطية معينة في العمارة اني دائما اذا بتشوف كل المباني الموجودة هي عمليا عن نسخ عن بعضها، بس لكن ما في تفرد بالفكر. هلا مشان يكون في تفرد بالفكر على غرار ما بيصير في الدول الثانية، لازم يكون في عنا بعد فني في التصميم. اذا ما في عنا بعد فني في التصميم راح تبقى العمارة مثل ما هي عنا ابا عن جد. نعم. ببساطة متناهية. هذا نحن اللي عم نحاول نسويه في الأولاد عنا، إني نحن نخلق لكل إنسان شخصية معينة تنعكس فيما بعد على التصميم المعماري تبعه، لكن ما نطلع منه فنانين لأن إحنا بالأصل فنانين. أكيد. وميسان مشاهدينا مثل ما شفنا كان أيضا مبارح مشارك معكم يمكن طلاب من كورال الحجرة، وكان في عزف موسيقي، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور المثنى علي رئيس قسم موسيقى الحجرة بالمعهد العالي للموسيقى. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. خلينا نحكي بالبداية عن مشاركتكم مبارح بمعرض هيك بشوف والعزف الموسيقي اللي كان مرافق للمعرض. صباح الخير إليك وللجميع اللي عندك. حقيقة هي فكرة بدأت بيني وبين دكتور عاصم سلوم اللي هو عامل الكلية، تحية له وتحية للدكتور محمود ولكم الأخبارية متابعة الشؤون الثقافي الفني دائما. مثل ما العمارة فن والموسيقى فن كمان، كل واحد منهم له تاريخ. المدارس يعني اللي من درسها بالموسيقى هي نفس المدارس اللي من درسها بالعمارة وحتى بالفنون. فلما منقدم النتاج الفكري والنتاج الفني المعماري الفني والموسيقي دائما في شيء يعني مشترك، دائما في شيء يعني منحب نعمل تشبيك بأنه نقدم مثلا مدارس معينة بالموسيقى، مثل اللي قدمناه امبارح كان في عنا مجموعات من موسيقى الحجرة اللي هي فينا نقول عنها أصول التشكيلات الموسيقية
الاوركسترا الكبيره، بنختزل الاعداد الكبيره للاوركسترا ونقدم فقط مثلا اربع عازفين وتريات او اربع عازفين نفخيات. وكان في فكره جديده امبارح انه يكون في عنا يعني اربع اعواد الات شرقيه موزعه بطريقه الرباعي الوتري. طبعا شو الفكره؟ الفكره انه مثل ما يعني يطلق طالب الفن المعماري العنان لنفسه انه يلون وانه يستخدم الالوان يلي بجوز تكون هي لوحه فنيه، لاحقا رح يصير يفوت هو بالتفاصيل المخطط المعماري والمساقط والواجهات والمقاطع. فيعني الخطوه الحلوه والجميله بجامعه الرشيد كليه الهندسه المعماريه انه عم نحاول نبني فنان. يمكن حكوا الاساتذه قبل شوي عن هذا الموضوع، نبني الفنان داخل شخصيه المعمار، ونحن حبينا تكون هي التجربه الاولى ونعمل هذا التشبيك اللي حكينا عنه مع طلاب ايضا بالمعهد العالي للموسيقى ويشوفوا شوي لوحات فنيه ويسمعوا شوي كمان لوحات فنيه موسيقيه. نعم، يعني مشكورين دكتور على هي المشاركة وعلى هذا المزج اللي يمكن فعلا بيغني وبيضيف على القيمة العلمية للعمارة وأيضا القيمة الفنية للموسيقى. شكرا كثير لحضرتك ولمشاركتك لنا بصباحنا لليوم. يعني شفنا مثل ما ذكرنا كنا عم نحكي مع الدكتور مسنع عم يحكي لنا عن هالتمازج والتشاركية ما بين الموسيقى الألوان الهندسة وكل هذا الخلط. عم يقول بلشت الفكرة بينك وبينه، خبرنا كيف هيك حبيتوا تمزجوا وقديش كان في إضافة لوجود الموسيقى والناس يمكن هي عم تتفرج على المعرض وعلى هاللوحات يلي مليئة بالألوان ومليئة بالحياة. طبعا بالبداية بدي أشكر الدكتور مسنع. طبعا الدكتور مسنع هو صديق، هو بالأساس هو معماري وبالإضافة أنه هو دكتور بالموسيقى، فهو صديق إلي طبعا من فترة الدراسة. بالبداية طبعا بوجه له شكر كبير، طبعا شكر للأستاذ أندري عميد المعهد اللي كتير ساعدونا. بس بالنسبة لدكتور مسنع، نحن بشكل دائم يعني من بداية السنة الماضية من لما اشتغلنا هون بجامعة الرشيد فكان في لقاءات دائمة وكنا عم نطرح هذا الموضوع، بس ما كان في يعني كنا عم ندور على إطار لحتى لي يعني نحتوي هاي الفكرة. وطبعا يعني نحن طلابنا طبعا كانوا جاهزين بهذا العمل المعماري الفني، بالإضافة أنه طلاب الدكتور مسنع أو طلاب المعهد العالي كمان كانوا قادرين أنه يضيفوا هيك نكهة كتير حلوة طبعا علمية وفنية بنفس الوقت لطلابنا. فكان أنا برأيي العمل كتير كان ممتاز، يعني ما بعرف إذا اللي يقول ممتاز بس كان جيد جدا. فنحن كانت أعداد طويلة كتير، صرنا تقريبا سنة مو عم نخطط لهذا العمل بالذات. طبعا في كتير أعمال على أساس مرتبينا بس كان هذا أسرع عمل وبتخيل كان عمل مقبول يعني. دكتور محمود خلينا نحكي يمكن شوي بشكل تخصصي عن الأفكار اللي كانت مطروحة واللي قدموها الطلاب بأعمالهم، من وين استوحوها، شو الرسالة يمكن اللي قدموها بهي الأعمال الفنية؟ هلا نحن كان في عنا مجموعتين من الأعمال، اللي هي نحن ما تبعناها، نحن هيك بشوف ولكن هو حقيقة هيك بشوف بلدي. فكان في عنا في لوحات جماعية وفي لوحات فردية. لوحات الجماعية صار في اتفاق على أن إذا شفتوا اللوحة الخماسية الكبيرة أن هي عبارة عن يعني معالم من سوريا، اختصر فيها خمس معالم: كنيسة صيدنايا زائد قلعة حلب زائد أفاميا زائد بصرة زائد جامع الأموي، فمشان يعطوا انطباع يعني عن البلد اللي هن حقيقة. في شغلة كتير هامة، لما أنا بتفاعل مع شيء وبرسمه أنا كتير بحبه، فهني التأكيد على المحبة لبلدهم سووا هالشيء. تسووا دائما في عنا بالورشة، كمان في عنا دائما في بعد تاريخي. كمان كان في عملين، هن العملين للأسد اللات اللي فجروا للأسف الشديد داعش، وكان قيمة فنية يعني. فكمان حلو إنه نحيي بالفن دائما. فكمان يعني يعني رسموا له أثر حقيقة. وكان في عنا كمان رقم من إبلة، وكان في عنا ختم كمان من إبلة. هلا هذول وكان في هذول اعمال جماعيه، كان في عمل عن الطفوله كمان، عن الطفوله الحاليه في سوريا كمان عمل جماعي. هلا باقي الاعمال هي كانت افكار تشاركيه، خيار، ما في الفكر يعني مباشر لهم، ولكن اعمالهم الفرديه لا، كانت كل واحد فكرته الخاصه فيه.
فكل واحد وضع الفكره الخاصه فيه. طبعا هلا للاسف الشديد الواقع تبعنا دائما لازم ياثر فيهم، فاذا بتلاحظوا دائما في كل الاعمال تبعهم في جزء من الواقع. هلا الواقع حاولنا بالنقاش كاداره وكطلاب اني نصل يعني لعمل فني مقبول. هذا اللي هي افكارهم 100%، خيارهم 100%، الوانهم 100%، كان فقط في نقاش ما بيننا وبينهم في طريقه الوصول للعمل اللي هن بدهم اياه، اللي هو في النهايه تعبير عن شخصيته وعن رؤيته للشيء اللي بده يظهره. شو الخبره يمكن يلي هن اخذوها من هي الورشه بشيء بينعكس بكره على دراستهم وعلى هذا الطالب يلي بده يكون هو بكره مهندس معماري قادر انه هو يعمل شيء لبلده جديد، افكار جديده ويطرح شغلات جديده مختلفه؟ هلا نحن صراحه موضوع اهتمينا كثير بموضوع شخصيه الطالب. هلا بالنهايه هذا الطالب هو زميل بعد يعني بعد دقائق خلينا نسميه، وهو المستقبل. فنحن يعني هيك تعلمنا طبعا بالمدارس اللي اشتغلنا عليها برا او ان كان بالجامعات اللي شوي هن يعني بيعتنوا بهذا الموضوع، اعتنينا شوي بالشخصيه طبعا لانه هن بالنهايه المستقبل. فخلينا اعطينا شويه مساحه للطالب. هلا الموضوع الفني مثل ما تفضل الدكتور محمود، الموضوع الفني شوي بيعطي حريه اكثر لانه العماره هلا هي طبعا فيها جزء كبير فني، لكن بضل في الى اطر، في الى قوانين، في الى يعني شوي انشائيات، فشوي بتكون يعني محددت له خياره للمهندس او للمعماري او للطالب بشكل عام. فنحن بشكل عام هيك ورشات بتفيد طبعا أول شيء من الناحية العلمية مثل ما حكينا أنه بصير عنده شوية أفق أكتر، بتفيد طبعا كمان بموضوع التشاركية لأنه بالنهاية المعماري هو عبارة عن فرد بورشة كاملة، إذا بعتذر إذا عم بحكي هيك ألفاظ شوي اختصاصية يعني، فهو فرد بورشة كاملة، فكمان لازم يكون في عنده تشاركية مع الجميع. ورقم ثلاثة يعني كانت كمان هي مثل نحن يعني كل سنة عمال ينقي الطلاب الأميز، يعني هن 20 طالب من أصل تقريبا شي 60 طالب، الطالب الأميز يلي عمال يعيش هاي التجربة وعم يقرب أكثر من الشغلات الإبداعية. نعم دكتور عاصم، يعني كنا عم نحكي ونحن تحت الهواء ونحن عم نشوف سوا المادة عن يمكن حالة الفرحة، حالة الطالب كيف صار لما راح يقدم نفسه قدام الناس بهذا المعرض، وهي حالة ما بتشهدوه عادة لأنه كنا عم نقول طبيعة كلية العمارة بتفرض على الطلاب دوام فترات طويلة لبس معين. حكي لنا هاي الحالة شوي الاجتماعية والإنسانية كمان اللي لها دور كبير بعدين مع الطلاب. هلا نحن حقيقة يعني دائما عم نقول شغلة هي حقيقة، طلابنا هن أفضل منا بشكل عام. الجيل شوي نحن أخذين فكرة سيئة أنه هيك بتنقال بالمجتمع أنه كل جيل هو يعني أسوأ من جيل، وهي أنا برأيي ما يعني في هي مغالطة فكرة شوي. الأجيال كل ما لها أفضل وكل ما لها أزكى، طبعا هالشيء عم تفيد التقنيات عم تفيد الفضائيات هالعولمة هالانفتاح، فعم يفيدوا أنه عم يكون فعلا الطفل يعني عم يكون واعي خلال فترات يعني سنواته الأولى. فهنين صراحة جاهزين بالأساس أنه يعملوا شيء، بس كان ناقصهم شوية توجيه طبعا ومساعدة طبعا. هلأ الفضل الأكبر له قطعا، يعني إحنا بتخيل يعني ما قلنا يعني دورنا كتير صغير أمام الشيء العمل الكبير اللي هن عم يعملوه أو بالاتجاه العام اللي هن عم يشتغلوا فيه. هلأ بالنسبة للحالة الاجتماعية مثل ما هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء، صراحة كان يعني هو أنا ما بسمي معرض، كان كرنفال حقيقة. يعني أشخاص مختلفين تماما، يعني بالنسبة لنا نحن حتى طريقة اللبس اللي لابسينها كتير يعني كانت غريبة بالنسبة لنا، لأنه طالب العمارة معروف يعني عنده دوام طويل، فدائما يعني عنده تيشيرت جينز وعفوا بوت رياضة. يعني امبارح كانوا الشباب كلهم لابسين على آخر طرز، متلبكين بلبسهم، متلبكين بمكياجاتهم إلى آخره. فكانت طبعا وكل شوي حدا يجي أنه هيك منيح هيك منيح، وحتى نحن يعني امبارح كمان نفس الشيء، أنا والدكتور كمان كنا مضطرين كمان نلبس لباس طبعا بليق بالناس المدعوين أكيد يعني.
كمان ما كنا متعودين يعني انه والله ضبط الجرافيك اعمل كذا الجاكيت تبعك الى اخره. فكانت حاله اجتماعيه برايي كان كرنفال اكثر من انه يعني كان بيت 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 كبير شوي يعني. احنا حتى عندنا جمله دائما بنقولها انه كليتي بيتي او كليتي هي عيلتي. يعني امبارح كان ايضا في مشاركه بافتتاح المعرض من الفنان التشكيلي الياس الزيات. كيف كان تفاعله امبارح مع المعرض خصوصا انه كانوا الطلاب منهمكين وهنا عم يشرحوا له كل فكره؟ الحقيقه انا اول شيء طبعا باسمي باسم العمادي كثير متشكر دكتور الياس، لاني بالنسبه لي هذا فخر اني تجي قامه بهالشكل فني اني يعني تفتتح المعرض او الكرنفال تبعنا. هي بالنسبه لنا شغله كثير نحن نجلها. بعتقد شفتوا الفرحه وعلى يعني دكتور ياس هو اكبر من اني 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 يعني اني ينقد او كذا، لكن الفرحه اللي كانت موجوده على وجهه لا دليل على اني العمل اللي تقدم كان عمل كثير كثير جيد. بالنسبه للوقت يعني لعمر الطالب وللزمن اللي انتجوا فيه، فنحن كنا كثير رضيانين عن الشيء. بنفس الوقت بتوجه بالشكر كثير للدكتور احسان عنتابي اللي اجى بفتره سابقه يعني عملنا نوع من النقاش للوحه. وبتشكر كمان امبارح كمان جد الدكتور عبد الرزاق معاد اللي كمان اغنانا بفكره. فامبارح فالاراء الفنيه مثل ما قال الدكتور شوي، الاراء الفنيه اللي انطرحت لا في كثير عنا شيء مبشر في الطفل، مو يعني انا في الرجل المستقبل او في سيده المستقبل. الجيل كثير ذكي لدرجه اني نحن ما عم نحسن نستوعب اني حقيقه هذا الجيل هو ذكي. فبقدر ما نحن بنسمح لانفسنا ونتواضع حقيقه اني بنعطيه فرصه، بنعطيه مساحته، بنعطيه فرصته، باعتقادي بقدر ما رح ننجح في المستقبل. وقناعتي انا اني الاطفال اذا استمرينا معهم هذول رح نشوف الرجال كثير كبار في المستقبل في نطاق العماره وحتى في نطاق المجتمع. اكيد. بختام حديثنا بدنا نشكر وجودكم معنا دكتور عاصم سرلوم عميد كليه العماره بجامعه الرشيد، ودكتور محمود حمدو ايضا المشرف على دوره ودكتور بجامعه، شكرا لوجودكم. نتمنى لكم التوفيق بكل الورش القادمه، ودائما هيك بشوف بلدي باحلى صوره. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. طبعا اسمحي لي بالاول طبعا اشكركم، اشكر قناتكم، والشكر الكبير طبعا لطلابنا اللي حقيقه لو الأعمال الضخمة وهالجهد العظيم يمكن نحن ما كنا على شاشتكم اليوم. أكيد. شكرا كثير. شكرا كثير لكم، أتمنى التوفيق لكم وأيضا للطلاب. أما هلا